بداية الحب البريء يا خسارة ما تكمل، ينقطع فينا الطريق ونيران عم تشعل. خدنا هالكم تاجر مكفايتنا ومفايتنا، العلقة مع ابو العزفة وجعت راس بلا. ولك اجدا شو صار لك؟ دغري قلبت خرنتي؟ لك من شوي كنت عم بتهوبل وتشوبل ويا رب تشتدي ما حدا قدي، شو صار لك؟ شنو صفنت فيها؟ العلقة مع ابو العز وخمة بلا. ولك يا اجدا والله اذا عرفنا نلعبها صح لنهبش عصم الليات ذهب بالمنام ما بنحلم فيها. لك ساعتها مالنا مضرونين، نستنى الحسنة من فلان وعلان وعلاك البان. عيب لك طبعا جا، نحن ما بناخد حسنة، هن بيدفعوا لنا ورجلنا فوق رقبتهم. ولك يا بريئة هذا بدك تجنني أنت؟ ولك يا أجدب، بدل الطيرسة والصلبطة، فينا نصير تجار مثلنا مثلهم. تجار ضربة واحدة؟ شلون بتتصير هيك؟ على سنة الله ورسوله. ما فهمت. نويت أطلب إيد بنت عمي أبو العز. الله يصبحك بأنوار النبي ابن عمي. يا صباح الخير. شو؟ وين بهيجة؟ هلا قبل ما تطلع بهيجة من أوضتها، شو صار معك بالسيرة اللي حكينا فيها امبارح؟ في بنت حلوة مثل ما بدك وأكثر. بنت عيلة كمان. بتكون اخت كنتو لابو سمير القهوجي. ايه والنعم من هالنسحة. وشو مستنية لهلا؟ ما تروحي لعند اهلها وتحكي معهم. امرك ابن عمي، امرك. يلا دايمة. صحتين وعافية. ابن عمي. خير شو بدك؟
مالك نسيان شي؟ ها؟ ايه مبلا مبلا مبلا. سكينة تنزلي على السوق انت وبهيجة بتشتري لها شقفة قماش مشان تفصلها فستان. وشو مشان الفستان اللي مدهنه سقيله؟ ما هاني علي تفرطي بفساتينك، احوانتهم بيلزموكي. روح يا ابن عمي الله يعوض عليك، كلمة ليك بعشرة. أنا رح تكم لايتي مشان نروح على السوق. بهيجة إذا مفكري حالك نايمة بالعسل كثير بتكوني غلطانة. أبو راتب في براسه موال بيتجوز علينا نحن التنتين. قولي على قامتي، قولي على طول شو عم تحكي. شو هالحكي؟ بده يتجوز علي؟ لا علينا. سمعنا رجال تجوز مرت اخوه بعد ما مات مشان يضب جلال اخوه، بس الكلام اللي عم تحكيه ما مرق على راسي. اوعى تفكرني مبسوط بالكلام اللي عم اقول لك اياه. الله وكيلك ماني مبسوط بنوب، بنوب ماني مبسوط. لا تكمل يا ابو سعيد، نحن بنعرف بعض وانا حاسس فيك. من حقك تدور على مصلحة بنتك، صحيح الكلام اللي عم تقوله غريب بس لا له عيب ولا له حرام. يعني رح تحكي مع سمير؟ بإذن الله، بس عم يخطر على بالي سؤال. سأل يا شيخي سأل. بركي الجماعة ما رضيوا، وبركي قالوا لي ما منطلق أو منطلق بس ما عاد بدنا لا لعمار ولا لعادل دجاجة. شو عليه؟ ساعتك المين بيروح بحال سبيله شيخي؟ الشغلة صفيت عندك ومنيرة مثل بنتك، وأكيد ما بترضى لتنضم. أكيد توكلنا على الله ونعم بالله. شوف أبو سمير وبرد لك خبر. توكلنا على الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله ما عم شايف فيه. أنا ماني حابب هالقصة بنوم. ليش أنا حبابها يا سعيد؟ بس شو اللي جبرك على المر؟ قال له الأمر. طب خلينا نستنى كم شهر؟ ما بيساير. الشغلة ما رح تصير بين يوم وليلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا منيرة ولا عادل بيستاهل من اللي عم يصير فيهم. والله اندبل قلبي من القصة. إي والله والله حاسس روحي رح تطلع من دفات صدري. بعدين أنت ليش مالك بشغلك أبي؟ يا أبي أنو شغل؟ المطحنة واقفة. وإذا اشتغلنا بنعملنا كم كيس حنطة أو كم كيس شعير ومنضل حاطين إيدنا على قلبنا ما يكبس علينا العصملي. معناتها كتر خير أبو العز يلي ما صار بحدا من كل هلا. تفسير الأحلام لا شغلتك ولا شغلتي. أي قصة إلها ناسا. يا شيخ هلال، هلا إذا إجاني واحد شايف منام موحش وخايف مني، شو بصير إذا قلت له كلمتين هديت له باله؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. صدق رسول الله. هالكلمتين إذا قلناهم ما فيهم ضرر معلشي، بس أحيانا كلمة صغيرة ما بتعرف لوين بتودي، فالأحسن تحكي على قدك. عم تهددني يا شيخ هلال؟ معاذ الله، ما أنا إلا أخو الناصح. إن حبيت تقبل النصيحة منيح، وإن ما حبيت فهذا شأنك.
يا شيخ هلال، الكلمة الحلوة بتوقع قلوب الناس وبتسبب الراحة والطمأنينة، ليش تحرم الناس منها؟ انصحهم بقراءة كتاب الله بيغنيهم عني وعنك. السلام عليكم. دمعك يا عين، طفي حزنك يا روح. هاي شغلة الشاويش داود، يلحق الفراري والمطلوبين. الله وكيلك، صار لي أكثر من سنتين بمشي وراه، ولا مرة شفت واحد نفت من بين إيديه. خلصنا بقى ولدو، خلصنا. يعني شلون بده يعرف من وين رحنا؟ إلا هي، مو بس بيشم ريحتنا وبيلحقها كمان، بيعرف يلحق أثر يلي هربان منه من دعسات الخيل ورجليه. إذا بدك تهرب منه، ما لك غير تركب جناحات وتطير بالهواء. ايوه، الله يبشرك بالخير. اسمع مني وخلينا نغير طريقنا. وين بدنا نغير طريقنا؟ انا راجع على الشام طوالي. يا هي لحالها رح تكشفنا، لانه الشاويش داود بيعرف الحكي. اخ منك اخ، بس لو خليتني قتله كنا خلصنا من هالبلا كله. أي بيك بتقصدي؟ غازي. أنا ما كنت آكل هم حدا قبل ما يموت أبو غازي الله يرحمه. وهلأ؟ على أساس ما بتعرفي قصصه لغازي؟ بس أنت واحد من زلمة، ما رح يقرب عليك. بعد ما مات أبوه لغازي ما حدا بيقدر يضمن شو ممكن يعمل. وشو ممكن يعمل معك؟ غازي مو مخلي حدا من الضيعة من شره، والناس كانت تسكت له لأنه أبوه كان عايش. هلأ ليش رح يسكتوا له؟ أنت ليش آكل همه هالقد؟ لك نحن زلمه، يعني رح يحطنا بوز المدفع ويتخبى ورانا. متعب؟ لا تخوفني عليك. الله يرحمك يا أبو غازي، والله ما كان في زلمة بكرمه وشهامته. بس أنا متأكدة إنه ما رح يصير عليك شيء. بعدين أنت بتمشي مع غازي من زمان، وأنت بالذات ما رح يفرط فيك. متعب؟ متضايق من شيء؟ غازي رجع يحوم حوالين بيوت الضيعة بالليل. أنا صار لي زمان ما شفته. غندورة، وأنا ماني بالبيت، لا تطلعي لبرا أبداً. ها متعب، ما بفتكر. غندورة، عملي مثل ما عمل لك. ما في احسن من خياطه سعاد. تقبري قلبي شو بتفهمي؟ لا ابعيد الشر. اي انا جهازي اللي هلا عم بلبس منه اللي خيطتي لي اياه بايديكي. يوه انا خيطت لك؟ اي يا دوب يا دوب لما تجوزتي كان عمري 4-5 سنين في سخانه. لا ايوه، كان عمرك شي 15 سنه او اكثر، وكنتي اشطر وحده من بين بنات الست غفران الله يرحمها. مو انا ست نفيسه، مو انا وحده ثانيه، انت غلطانه. لا ايوه مالي غلطانه.
بالعلامة الست غفران الله يرحمها لما كانت تمسكك ملبوسة إلي تقول لك ديري بالك يا سعاد هي للست نفيسة أحلى بنت بالحارة. إيه 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 تذكرت تذكرت بس أنتي صادقة كان عمري وقتها 10 سنين وعن جد كانت توصيني فيك الست غفران وشو تقلي اسمعي يا سعاد يا بنتي الله يرضى عليكي لا تقصقصي زوايد الفستان لأنه بكرة بس يخلص العرس الست نفيسة بدها تشلح المشدات ما بترجع بتقلنا أرضوني أوعي هيك عم تقلي؟ لا ست نفيسة هي ما بتقصد هيك يعني أكيد فهماني غلط هي بتقصد على وحدة تانية لا ما بقصد على وحدة تانية نفيسك قصدي وحدة تانية مزبوط مزبوط مرت أخي معك حق إيه مين كاني؟ مصطفى السكري ايه عم بقول لحالي مصطفى ايه انا خربطت وهن التنتين بيشبهوا بعض نفس الحلاوه والقطافه والزرافه فخربطت بيناتهم ما علينا سعاد بدنا تخيطي لنا فستان لبهيجي بنهلق ماشي لك مو على عيني مو على عيني الله يرحمها لام مصطفى السكري حلوة ها؟ الفستان وتخصوري قد ما فيكي عرضي لك ليش كسمة حلو خليني خصور لك شو حلا الزمان شو حلا الزمان قفص قطام ولابسي اواعي ايه الحق معك بدك مين يفهم نفيسة خانم القماشة كبيرة بيطلع لك منها خراطة شو رأيك فصل لك ياها ايه والله ليش لا بس بخاف بهيجي اذا شافتها تنطمز ولا يهمك محلولة انتي مرئي لعندي لحالك وانا بلاقي لك دوبارة للقصة خلص ما بتلاقيني غير جيت لعندك ودقيت بابك لك يا بيت اهلا وسهلا يلا بهيجه تاخرنا قاعدين يا جماعه وين رايحه والله لا يمر يلا خافكم السلام عليكم وعليكم السلام يعني يلا مع السلامه ما يتوصل ساعه خانه مو على عيني مو على عيني الله معكم مع السلامه شو شكله منظري مو عاجبك يا بضاي لا منظرك مو بطال لكن ليش هيك عم تطلع فيني شكله أبي مو حاكي لك عني ما بلا بعرف إنه عندي 3 أخوات غيرك رضوان ومريم وفاطمة والله وطلعت تعرفنا كلياتنا ونحن نايمين بالعسل شفت أخي سليم سليم هذا الشاب اللي عقله بيخض ايه أخي سليم بس عقله ما بيخض أخوك أخوك يعني أخوك؟ إيه أخي بكل الضيعة ما حدا بيسترجع يحكي معه كلمة إيه تعال تعال جنبي تعال كيف يعني سليم أخوك؟ ما بتذكر سليم أخي مثل ما أنت أخي إيه هم معي لقلك لوين؟ بدي أفهم شو السيرة عزو أول ما وصلت على هالضيعة كل ساعة عم اسمع قصة شكل استنى لفهمك شوي ليش ما قلت لي انك اخي اخوك؟ انا مالي اخوك انت شو قصتك؟ اسمعني شو قصتك عم تقوصني مقوصة؟ سألتك جاوبني ليش ما قلت لي انك اخي؟ انا مالي اخوك مالي اخوك ما قلت لك استنى شوي لفهمك مو قلت لي سليم اخوك؟ انا اسم خربط لكن مين انت؟ وشو عم تعمل هون؟ طالع برا طالع برا شو قصتك؟ ما غلط معي بشي اسمعني شو قصتك؟
عليك، حق علي انا اجيب بنتك. عوشك بعد برشيد الثاني. لك شبك انت ويا وحده فيكم طايق الثاني؟ اطلع لبرا. ما رح اطلع لحدا برا. غازي ما عاد في من يوقف بوشه بعد ما مات ابوه. لهالدرجه مشراني؟ واحد كان السبب بموت عمه اخو ابوه وابو مرته. بدك تتوقعي منه كل شيء. قتل عمه؟ اس وطي صوتك، بدك تخربي بيتنا؟ وامتى قتل عمه؟ انا ما قلت قتله، قلت كان السبب بموته. كل الناس هيك عم بيحكوا بالضيعه بس ما حدا متاكد. ايه بس لو هالحكي مزبوط، ايه كان ابوه ما خلاه دقيقه واحده عايش. شو بدك اياه يعمل مثلا؟ يقتل ابنه؟ والله معك حق يا متعب، تضلك اكل همه لغازي بيك. شوفي ما شاء الله كان، الله يسلمها يا رب ويحميها. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله العظيم. نزلت جيب الفاصوليا مشان انقعها لنطبخها بكرة. قام شفت الشوفة بيكون رطوبة. طب إذا رطوبة ليش مو على الحيط كله؟ شو بيعرفني؟ عم قول لحالي بلكي فينا بعورة هالحجر. لك امي جد بنتي ولا عم تجذبيها؟ النبع بنص الحيط؟ يمكن، ولا من وين كل هالمي عم تزرو؟ لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما بعرف. قومي روحي نقعي فاصولياتك، حاج لعي فاضي يلا. طيب بدنا نترك المي عم تنزهي؟ لا حول ولا قوة الا بالله، حاج تعملي من الحبة قبة امشي، يلا. شايف لو كان ابو سمير زعلان من الحديث اللي دار بينك وبينه. ازرق مو بمطرحه يا ابو سعيد. ابو سمير حس بالخجل وتأنيب الضمير لما حكيت معه وقال لي شو ما حكيته شو ما طلبته الحق معكم. لا ابو سمير هيك قال. لا ايه لانه ابو سمير بيخاف من الله لا يمكن يحيد عن الحق. ايه الحمد لله. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أخي الجماعة الحاب إيدهم شو ما قالوا، نحن محقوقين. قد ايه صار لجميلة ما راحت لبيت أبو سعيد تطمن على منيرة وتاخذ لها غرضين بإيدها. يا بي جميلة في عندها ولدين صغار، يعني ما أنا فاضي كل ساعة والتانية تنط لعند منيرة لحتى تطمن عليها، والبنت ما أنا مقصرة، قايمة فينا وبالبيت كله لحالها. هذا سبب تاني بخليني أفكر بكلامهم. نحن بالبيت لازمنا كنة تانية تشتغل وتساعد جميلة. ما اختلفنا يا بي، بس بيت أبو سعيد شو بده؟ البنت محسوبة علينا، ونحن قصرنا بواجبها. شو نعمل؟ الله يسوقك يا عادل. خلص يا بي تكرم عيونك، ما
بكره الصبح رح خلي جميله تاخذ لها غرضين وتروح لعند منيره وتجبر بخاطره. الجماعه بدهم يطلقوا منيره من عادي. شو؟ مثل ما عم اقول لك بده يطلقوا منيره من عادي. وعم يقولوا اذا البنت ما بدكم اياها تروح من بين ايديكم جوزوها لاخوه عمار. شو؟ عصافير بطني عم زقزق، رح موت من جوعي. ليش لك نفس تاكل بعد الاصوات اللي سمعناها؟ طب على ليه انا طول مي نشربها؟ بعد امرك، وين في مي للشرب؟ ليك قدام. قلتك مطولين هون؟ مستعجل كثير على حبل المشنق؟ لك تف من دمك يا زلمه. الا ما الاقي شي طريقه ونور هون. انت من كل عقلك عم تحكي؟ ايه من كل عقلي. لك وحياة مين جمعني فيك؟ اذا بيجتمع علي جيش السلطنه كلياتها ما حقضي عمري هون. الله حيهم. وشلون رح تزبط معك هي؟ ما بعرف، هلا لا تسالني عن شيء. بس الا ما الاقي شي طريقه ونور ما رح اضل بالحبس. لك يا محل الحبس الدامي اللي رح يعملوا فينا الشاوي داوود سكن شنو؟ شو رح يعمل يعني؟ لا ولا شيء. انت رح يعلق رقبتك على حبل المشنقه وانا رح يقعدني على الخازوق. مستحيل اللي عم تقولوه. ولك يا ابني افهم علي يا بي. مشان الله ببوس ايدك. عم تقولوا القصة كأنه شربت مي. منيرة مرت أخي وأخي لسه ما فقدنا الأمل برجعته. كل شيء عم تحكيه مضبوط، بس أهل البنت له رأي ثاني. يصطفلوا ما عاد بدهم بنتهم تستنى عادل. خلي الشيخ هلالي طلقة من عادل اليوم قبل بكره. ولك يا ابني البنت صار لها 3 سنين عم تستنى أخوه، وقبلها ضلوا سنة كاتبين كتابهم. بدك يانا نربيها وما بنخاف من الله نحن؟ مثلها متايل يا بي، مثلها متايل. بعدين شو بيضمن لك ما يشحطوني انا على اخد عسكري؟ ولك يا ابني الحمله خافه هلا، خافه كثير. بعدين هذا الشيء ما بيعرفه الا رب العالمين. يا بي ببوس ايدك مشان الله. اهون علي يموت 1000 موت من اني اتجوز مرت اخي. فكوني من هالقصه كرمال الله. رحت لعندهم على البيت، دقيت الباب كثير، ما حدا فتح لي، الظاهر انهم برات البيت، حملت ضربة ريقي ورجعت. بدك يعني ابعت سمير لبيت حما يخبرهم مشان المرة الجاية ما تروحي على الفاضي؟ لا 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 ابن عمي لا، شو هالحكي؟ ما بدنا لقلقة بالسيرة، بعدين ما بدنا نتأكد إذا بيعطونا البنت ولا لا. وليش لحتى ما يعطونا؟ يضحكوا بأبهم رح يصير لهم عريس مثلي؟ معلوم يضحكوا بأبهم تقبرني، وين رح يلاقوا أحسن منك؟ بس كمان نحن لازم نتأكد. بركة عاطين فيها كلمة لحدا؟ بهي معك حق. ابن عمي؟ يا ابن عمي سمعانك سمعانك. شو في؟ كأنك نسياني. نسياني؟ نسيانك بشو؟ مشتقت لك. ايوه ايوه ايوه. ما بدك تعملي لي شاي مع خبز؟ كأنك ما عم تفهم علي. لك فهمان عليك، فهمان عليك، ضروري قولها بلمشك محي. الله يخلي لي اياك يا ابن عمي، ويديمك فوق راسي يا حق. لوين رايحة؟ أبو راتب وينك؟ أبو راتب عم استناك. ابن عمي استنيتك يا ضي عيوني. يا أبو راتب شو صار معك؟ أبو راتب تقبرني؟ بدك تقبرني يا أبو راتب؟ إيه والله طق قلبي. وينك؟ ابن عمي أبو راتب. أبو راتب لك
ابو راشد تكفني، تعال عندي بقى. وينك؟ لوين يا مهوين؟ مليت من البيت وداخلي، بطلع بتمشى شوي وبتسلى. ليش لا؟ بس كأنك نسيان شيء. نسيان؟ نسيان شو؟ ولك الخرجية، بدنا نضل نعيد ونفتح بالقصة. مو لا اشتغل بالأول لحتى ادفع لك خرجية. إذا مفكرني أجدب وشاطر ريالتي بتكون غلطان. أنا بعرف إنك عم تذبح بالليل وعلى هالسي. بس هي شغلة. لا شغلة ولا غيرها. مد ايدك على عبك، خلي الله يحبك وناولني الخرجية بالحسنى أحسن ما أعمل لك طعنة باخر الليلة. أمرك أمرك. لك إيه رح تسلك من طولة. على عيني. سلوى النبي. يلا كفايه المولى. ما حلا بتشبع؟ الحمد لله رب العالمين. صحة يا ابي. صحتين ابي. على قلبكم. سألتني سليم؟ حق عليك. انت علقتني معه. شو بعمل اذا ما اجاك صبر تسمع مني؟ بعدين ليش هيك وشه ناشف هاد؟ سليم بحاله. آدمي كثير وطيب بس انظلم كثير بالدنيا. وأنا أكثر شيء بكرهه بالدنيا هو الظلم. الله حيه، الوضعيات كلهم هيك. بس بلا مؤاخذة يعني، بشو انظلم؟ طول بالك، لسا شو وصلت على الضيعة بدك تعرف كل شيء. شو هو أبو الفوارس؟ بدك تتمقطع فيني؟ كرمالي ما تزعل من سليم. هو ما يدسلي على طرف وانا ما رح اقرب صوبه. دمعك يا عين يطفي حزنك يا روح. دمعك يا عين. يطفي حزنك يا روح. جيت والله جابر. اقوم. شو قعدك بالدكان لهلا؟ داخلي بالبيت، قلت لحالي بلحق القهوة قبل ما تسكر، بس شوفت عينها سكرت. لك قلتك نطول هالدنيا. أبو الأحلام، هلا طبنجة وأبو الريح، ما رح نتقالهم حلوا بيها الحارة. عاملين معك شي جديد؟ لا مو عاملين شي معي. اصلا ما بيسترجوا يعملوا معي شيء. بس يعني بتعرفهم شلون عايشين على الخرجيات والصلبطه. ليك عم طلع فيه؟ ومسكر وروح على بيتك. حريمك اولى فيك. دمعك يا عين. طفي حزنك يا روح. ما بدك تنام؟ لساتي ما نسيت. لساتك متضايق من قصة الصندوق؟ مالي متضايق من شيء. تعرف؟ مشتي أعرف شو فيها الصندوق. وليش عم يعمل هيك؟ ما بقى تفتح هالسيرة. والأحسن ما عاد تحكي بالمرة. ما حكيت شي بيستاهل كل هالعصبية. ليلى، مالي طايق اسمع صوت حدا وخاصة صوتك. لما بشوف أبو العز كيف بيتعامل مع سهيلة
بسأل حالي ليش حظي أنا هيك. عم بتقارني بأبو العز يا بنت أبو ليلى؟ ما قصدي، أنا ما حكيت شيء. لأنك ما بتفهمي تحكي. بس مو الحق عليكي، حق علي لساته حاويكي ببيته. نبي بس بخاف على خلص تركت لك بدرو لحالي. يلا يا جبر عجل. كل الرجال هيك. سنة بعد سنة بيعشش الملل جواتهم وبصيروا يدوروا على حدا جديد غير المرة اللي تعودوا عليها. بس أبي ما كان هيك. أبوكي وعمي كانوا بيخافوا ربنا والوفاء عندهم طبع ربيوا عليه. ليش راسي مانو مثلهم؟ مين بيعرف؟ نايمته ناوي على جوازة جديدة. ليش هو مقصر؟ مو تارك مرة بتضيع من شره. خايفة يطلقني إلي أنا. القصة مو على كيفه. أنت بنت عمه مو بنت حي الله حدا. وهو بيعرف إذا طلقك شو رح يصير. شو مسارك لهلا؟ لك بفايتنا لحالك؟ أنا وسلمى. سلمى؟ بنتي سلمى. ورجيني. لا تخافي، بس بدي شوف. بوس إيدك، الله يخليك. فاتيها.